ها ريهام، هلا لقيتي، كنت عم دور عليكي طول الوقت. اجا على الشركه جنبي؟ اكيد اجا، والكل ناطرينك تحت لتنزلي لعندهم. مين قصدك بالكل؟ لك يلا بسرعه، لا تنطريهم، انزلي. لوريس، قدرنا نعرف انه في هاكر اخترق لابتوبي وسرق التصاميم وحملهم على الانترنت ونزلهم على الموقع بتاريخ قديم. وصلنا للهاكر واعترف بالجريمه، والمحاميين عم يتابعوا الامور القانونيه، وللاسف انظلم الوش الاعلاني للحمله الانسه ريهام بهذا الموضوع. هالفتره كانت صعبه كتير بالنسبه لي، وبدي اتشكر فريقي اللي ما تركوني ابدا، واصدقائي، وخاصه شريكي واخي وصديقي امير، بشكره من قلبي على كل شيء عمله. وبالاخير بوجود الكل هلا، بدي اقول انه بطلتي هي الانسه ريهام. يلا الشكر الاكبر لها على الدعم اللي قدمته، هي فعلا بطله، لانه هي اللي لقيت الهاكر وقدرت تبرئ لي اسمي. ريهام شكرا 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 كثير لك، وطبعا بتشكركم على جيتكم لهون. ريهام فيك تجي معي شوي؟ بالاذن. اصحك. واعمال الهاكر طبعا هي تصرفات غير قانونيه، التكنولوجيا لازم تستخدم للامور الايجابيه، المفروض انه نركز على هذا الشيء اذا ممكن. خلصنا جيجي، بكفي. طيب بس كنت عم اقول شغلات مهمه. خلصنا يا جماعه، شكرا. تعال لك عادي هون. لا ما رح اقعد جنبك. طيب بدي اتشكرك مره ثانيه. جنبك جيهان وجيجي هنن اللي وصلوا للهكر وعرفوا البيت، انا ما دخلني. مين اللي طلب منهم هالشي؟ انت. هلا عموما انا ما عم بحكي عن الهكر والشغل وهالامور هي. لكن شو هو الموضوع؟ انت الموضوع. ريهام كنت مفكر انه حياتي فيها شيء واحد وهو اللي عم يبني لي شخصيتي وقصدي عن التصوير. كنت دائما اهرب من كل شيء لاني ما بحب هاي الاجواء كلياتها، عايش انا وكاميرتي وبس. يعني اخترت تكون وحيد. بتعرفي شو صار فيني لما اخذوا مني رخصه التصوير؟ شو صار؟ قررت اهرب وبعد نهائيا، وبحياتي ما ارجع. حتى فكرت اعيش بجزيره بس ما عملتها. حياتي ما تدمرت، والفضل إليك. أنا لقيت شخص أوثق فيه بعد كل هالسنين. جنبك أنا ريهام. جيتي لعندي على البيت مشان تعترفي بشي، بس ما قدرت تكملي بعد اللي صار. هلأ ممكن تكملي؟ ما في شيء. ما في شيء؟ جنبك الظاهر فهمت جيتي لعندك غلط، كنت رح أحكي بشي بخص الشغل بس هلأ مو متذكرة شو هو. ريهام يلي قدامك ما نولد. جنبك صدقني ما كان في شيء مهم بدي اقوله، ليش ما عم تفهم علي؟ بدي روح. انا ما عاد فيني ضل بالشركه اكثر من هيك، بدي استقيل. ريهام شبك، شو الموضوع؟ انا مو قدراني اطلع بوشه لجنبك بعد الكذبات اللي قلتهم، انا رح اقول له كل شيء. فيكي تهدي شوي؟ نحن لازم نفكر هلا بنتائج أفعالك مو بضميرك. ضروري نهدأ قبل أي شيء ونحط خطة جديدة. نحط خطة؟ أنا وياك؟ عم تمزح ما؟ ريهام افهمي، أنت هلأ لازم تضلي، مو صح تتركي دغري. يعني أعطيني فرصة كم يوم فكر، وبعدها إذا بدك فيكي تستقيلي. تأكدي إني ندمان ومقهور ومزعوج وبعدك اني رح صلح كل شيء. بس انا ما عم اقدر امير بيك، يا بقدم الاستقاله يا بحكي لجنبك اللي صار. مستوعب رغبتك بالاستقاله، ما فيني اجبرك تضلي، بدي تضلي يومين وبس، بعدين روحي لوين ما بدك. صدقيني انا كثير ندمان. شو هاد؟ هاد لحتى تبدي حياه جديده، روح على غلاباغوس حققي حلمك. هي مساعده صغيره مني. نص مليون ليرة؟ لا اسكت ما؟ فهميني ريهام،
بعد يلي عملتيه معي بعد اللي خليتني أعمله ما في شي بينسيني أو بسكتني، مستحيل. طيب ريهام، أنا كتير بعتذر، ضلي كم يوم بس ومو مشاني، مشانك بوعدك رح صلح كل اللي صار. اوعك تنخدع بمظهر البيضة. حلو، ريهام انت منيحة؟ منيحة، تحسست شوي، مو مشكلة، من الغبرة. صاروا جاهزين عندك؟ أخذ ايه تمام، ماشي، ما رح طول. رح اجيب لك قهوة لتشتغل منيح. لا يسلموا، شكرا، اليوم كثير شربت قهوة. ماشي. ريهام، ريهام، انت تخرجتي باختصاص عن الطيور مو هيك؟ ايه صح. ايه طبعا. بدي اياكي لدقيقتين. ليكي كل القصة اني عم بكتب اعلان عن البيض العضوي. وخطرت عبالي هالفكرة. ركزي معي، ركزي معي ريهام، ريهام، حاولي تركزي معي بس دقيقتين. عفوا. تخيلي معي، بيطلع على الشاشة بيضة لونها بردقاني وبيضة لونها ابيض جنبها، وبعدين نكتب هذا الشعار. هذا بيض قالينا، اوعك تنخدع بمظهر البيضة، لأنه فجأة بينفقد البيض من بيتك. كيف لقيتي؟ حلو كتير. ما ضحكتي، يعني الإعلام ما بيضحك. لا مو هيك، لازم يكون بيضحك، هيك المفروض. يمكن أنا ما ضحكت عليه لأنه متضايقة شوي. اي طيب، منخلي الفكرة هيك. ركزي معي، ركزي، اعملي معروف. قالينا قاليانو قلي نانا قلقي. شو هالجملة؟ لا مو زبطة. شو لازم أعمل؟ شو بدها تعمل هالجاجة؟ خليها تستقيل وتتركون. هاي الأوراق تبع استقالتي، ما عاد بدي كون هون أبداً. يا أما بتحبوني مثل ما أنا يا أما بتخلوني روح بقى. روعة روعة، عظيم، رح يكون كتير بيضحك، يسلموا. خليها تطالب بحقها بس مو بهالعصبية. مو معقول. شو حلو، رح أكتبه فوراً، لازم ينكتب. بيضحك وحلو. يعطيك العافية. شكراً، أنت بنت عبقرية. بس المهم تكون الجاجة حلوة. إذا ما كان في إمباكت منيح رح تتقلعيها، يا ريت تعدلي عليه. إيه أوكي خلص. يلا دبري حالك. ريهام، ريهام، ليكي بصراحة أنا ما عاد فيني أسكت، ما عاد فيني خبي أكتر من هيك. شو هو اللي ما عاد فيك تخبي؟ ليكي ريهام، سمعت إنك مو مخطوبة، ليش كذبتي علي؟ ليش خبيتي عني؟ بتكذبي على جيجي معقول؟ جيجي تعال. يلا عد شوي صديقي. طيب احكيلي. اسمع لقلك. لوريس، ريهام وينها؟ راحت بهالاتجاه جانبي. ايه؟ إذا بتحب أنا فيني. لا شكرا، أنا ماني مخطوبة، يعني خطيبي. أنا انفصلت عن خطيبي عثمان. من شان هيك مالك مخطوبة، فهمت. طيب ليش هيك صار؟ لأنه عثمان رفيقي من نحن وصغار، كبرنا مع بعض أنا وعثمان، يعني بتحس علاقة طفولية، ما كنا فهمانين مشاعرنا صح. ما فهمت، كيف يعني علاقة طفولية ريهام؟ ليك في شخص بسته وكان في عتمة وما شفت وشه، بس من وقتها أنا بحبه. معقول بستي حدا وأنتي مخطوبة؟ مين هو؟ ألباتروس. ألباتروس؟ شو صار مع ألباتروس؟ قولي وليه؟ والله ما صار شي بيننا. بعدها في شخص تاني حبيته، مستحيل يحبني هالشخص، بس أنا كتير بحبه. يعني أنتي كنتي مخطوبة وألباتروس ظهر، وكمان قلتي لي إنه هالشخص مستحيل يحبك. لك شو هالحكاية؟ ما عم أفهم شي، خرب بيتك، كأنك عم تكتبي شي قصة ريهام. لهيك أنا ويا تركنا. خلص جيجي أنا لازم أمشي. إيه طيب لحظة بس بدي أقلك شغلي. فكرتك كذبتي علي ريهام، بعتذر لأني فكرت فيكي هيك. جيجي. نعم. مو أنت كذبت على السيد فابري وقلت له جان وريهام مخطوبين، وأنا كذبت على كل هالكذبة؟ أنا ما عندي خطيب، بس لا تقول لحدا اللي قلته. يا ربي أنا ما فيني أكتم سر، السر صعب علي ولي ما بقدر. يلا كلكم طلعوا لبرا، تركوني، تركوني لحالي، يلا بسرعة تركوني لحالي. هلأ المفروض ما أحكي مع حدا أبدا.
ولا حدا. بتساوي لك كبيتي القهوة؟ شبه انتو بتكبوا وانا بنظف وراكم، ما بتعرفي تعملي شيء لبرات. يلا روحي من هون، يلا ما ترجعي. يا الله. ايه جان بيه كان بيدور على ريهام لقاها؟ لشو عم تسأليني هالأسئلة هي؟ أنا شو بعرفني؟ ما بعرف إذا كان لقاها ولا ما لقاها، ما دخلني. الأسئلة اليوم بس عن القهوة، ممنوع أي أسئلة، أي أسئلة تانية ممنوعة. جيجي إيه؟ أنت أكيد مخبي شي، بعرفك لما تكون مخبي شي قصة بتصير تتصرف بهالأسلوب. لا مالي مخبي شي بنوب، والله أنا ماني مخبي شي، مو مخبي شي أبدا. أنت وريهام شو كنتوا عم تتوشوشوا؟ في شي مضايقة؟ لا وشوشة عادية، ما حكينا شي، موضوع طبيعي كان، مثل إنه كيف القهوة، القهوة ظريفة عم تطلع ولا مو ظريفة. إيه عن شو حكيتوا؟ قلي شو صاير معه؟ ما في شي أبدا. قول شو صاير، أكيد في شي. يلا احكي احكي. القصة هي ريهام. كمل. ايه شو بها ريهام؟ مو صاير معها شي، كله تمام. الله يوفقك، قلي شو صاير معها، شو القصة؟ ريهام طلعت. ايه ايه شو بها؟ لك هس، لا تسألي ولا سؤال ولا كلمة لو سمحت. جيجي يلا نحن بس خايفين ومتوترين شوي انه نتقلع من الشغل، عم نحكي بهذا الموضوع، بتعرفي الوضع. جيجي قلي شو قالت لك. ريهام بصراحة هي شو بها؟ شو؟ فهمت عليكي. عم تستدرجيني بالاسئلة مو؟ جيجي عم تستدرجيني. ما بدي ولا سؤال. ممنوع على الأسئلة. مبين عليك مخبي شي مهم، بس أنا بعرف كيف خليك تقوله. ريهام تعالي لو سمحتي. ما تواخذوني، ريهام كان بدي شاي، شوفي شو بدهم بعدين جيبي لي كاسة. بعتذر بس أنا مستعجلة كتير. ما مشكلة، بدبر حالي. كيفك ريهام؟ نشكر الله أنا منيحة. حبيبتي ريهام إذا ما في عندك مانع بدي عزبك بشغلة صغيرة، فيك تعتبريها خدمة لإلي. دارين خانم معقول يكون عندي مانع؟ هذا واجبي، ليش عم تقولي هيك؟ ما بعرف، يمكن إجتك ترقية وهالنوع من الشغل ما عاد يناسبك. معلوم ما أنتي صرتي بطلة الوكالة الخفية مو؟ ممكن أعرف شلون هيك؟ كيف صرتي البطلة تبعه لمدير الشركة وبهالفترة القصيرة هي؟ جنبك يمكن بالغ شوي لأنه ايه أنا. إيه طبعاً عم يبالغ كتير، انتبهت لهالشي. تفضلي هدول لو سمحتي، بدي من كل وحدة 6 نسخ ومعك ربع ساعة بس. يعني مستحيل هالشي، شو ربع ساعة؟ ما بيكفي هالوقت. مو بس طباعة، بدي تعمليها مجموعات كمان وبتحطيها بملفات وبعدها على طاولة غرفة الاجتماعات، وأول ما يبلش الاجتماع بتكوني موجودة. عم تفهمي؟ ايه فهمت دارين خانم. ايه منيحة كتير، المهم انك فهمتي هالشي بيسعدني. تفضلي على شغلك. شغلك السنة الماضية كان أحسن بكتير من هاي السنة، انتبه ها، عم تكرر الفكرة، حاول تجدد. فهمت. مثلا شوف هاي جيجي جنبك بده شاي، خذ له كاسة. طيب ريهام انت منيحة؟ دارين خانم رح تجنني. اسمعي لقلك، حاولي تسايريها شوي أحسن ما تتقلعي من وراها. يا ريت اتقلع. جامبيك تفضل الشاي. ليش انت اللي جايب الشاي؟ بتذكر طلبته من ريهام. نفس الشيء، هذا الشاي تبع ريهام، يعني اذا بدك برجعه بتجيبه هي. ايه رجعه وخليها تجيبه هي، مشان تتعلموا ما تشتغلوا شغل بعض. طبعا معك حق، المفروض نتعلم اصلا، كل واحد بالشركه لازم يشتغل شغله وبس. مزبوط. ريهام خدي الشاي وروحي على مكتب جامبيك. بلا حكي فاضي، مو شايفني قديش مشغولة؟ بعدين أنا ما توظفت هون لخدمة جامبيك وبس، أنا شغلتي أخدم الشركة كلها، روح وقل له هالحكي يلا. ريهام شو عم تقولي؟ مديرك مصر إنه أنت تاخدي له الشاي، شو أعمل أنا يعني؟ ما بتعرفي قديش عصبي؟ شو صار لك؟ معقول نتقلع من هون لهالسبب؟ كمل طباعة عني لكان. طيب عن جد رح موت من هالشغل الزفت. جان معلش تساعدني شوي؟ طبعا.
لك هذا اللي هون منيح كتير كتير كتير. شوف ماشي، بس ما كنت عم أعرف قرر إذا منيح ولا لا. طيب قل لي في شي غيره قبل ما أروح؟ أنا طالع على المطار، لازم سافر على أنقرة مشان ألقي كلمة، وبكرة الصبح مر على الزباين وبعدين بجي. حتلقي كلمة؟ بعرف شو رح تقول، كله حكي فاضي بلا 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 بلا. يا ريت لو فيني يكون معك وتمسخر عليك. تقنيات إدارة الأزمة بعالم الشؤون المالية، أنت ما بتفهم فيها. لا لا، أنا شو بفهمني بهالقصة، ما بفهم فيها. ورجيني أنت منيح ما هيك؟ أه؟ مانك عم تفكر بالانفصال؟ ورجيني وشك، ملامحك مقبولة معناتها أنت منيح. كله بينحل، ما تاكل همي. إيه إيه، يعني المسألة حالي رح كون. شو بدي ساوي لحالي؟ عم يمدي يتمسخر؟ اتصل فيني من اتمسخر من بعيد لبعيد. هذا برد، شلون بدي اشربه؟ صحة وهنا. اسلموا. شو عم تعملي؟ لو سمحتي ديري وشك لهنيك. شو عم بصير معك؟ ما بعرف. تعرفي عجب؟ لا مو حلو. ممكن تقربي لقدام شوي؟ شو بكي؟ والله شغلك حلو كتير، مبين انك عم تشتغلي بحب. شوفوا شغله عن جد بجنن. جان بيك، لحظة لو سمحت. تفضلي. لك هدول ورقي. ايه كثير. سمر بدي تبعثي لي الجداول. ريهام، تعي على مكتبي شوي لو سمحتي. جان؟ جان وينك لهلا؟ نحن بالاجتماع وعم نستناك. تفضل. ما بطول راجع. الشعار اللي فكرت فيه أنا لا أهمية لشيء سوى الحياة العضوية. مميز هالشعار، شو رأيك فيه جان؟ ممتاز، حلو، معظم الأفكار اللي شفتهم مناح. في أفكار تانية كمان؟ طبعاً في، إيه، وبظن إنه هالفكرة رح تعجبك. أنا رح أقوم أشرح لكم إياها. شوف هاي الدجاجة مثلاً، بتقرر تترك المزرعة أو تمشي لأنه أسلوب الشغل ما نعجبها. الدجاجة بتلبس ثيابها وبتزبط الجرافي وبتطلع قدام المدير وما بيهمها. بتوقع هي أحلى فكرة انطرحت لهلا وحبيتها كتير. بدي أعطيكم الملفات. حطيهم على الطاولة لو سمحتي، كمل فكرتك مروان. بتطلع وهي عم تقول هذا الكلام، يا أما بعيش بوسط عضوي نظيف مثل أي دجاجة شريفة، يا أما ما ببيض أبداً، بخلي البيض جواتي كل العمر، وبتضل هالدجاجة تعند لحتى يحققوا لها مطالبها. حلوة الفكرة، بس شو الشعار؟ شو الشعار؟ لحظة ريهام وقفي، ريهام، شو الشعار لهي الفكرة؟ كأنه نسيتي تقولي لي. مروان شو خص ريهام بالموضوع؟ الفكرة ريهام عطتني إياها وأنا طورت عليها شوي. والله جد؟ ريهام هي فكرتك؟ لا لا تنكري ريهام، فوتي لشوفي، ما أنه فكرتك المفروض نناقشها. هي شو إلها علاقة بالاجتماع الإبداعي؟ شو بدها تعمل معنا جان؟ إيه طيب، بتكون ريهام عطت الفكرة لمروان صدفة من خلال حديث عابر، بس يعني هو يلي بيكون طور الفكرة أكيد، مو هيك مروان؟ مجرد اقتباس. الفنان بياخد الإلهام من وردة، من فراشة، من حشرة، يعني هي مو فكرتها إلها. مو فكرتي، لا ما عملت شيء أبداً أنا. ريهام، فوتي عادي لو سمحتي مشان تجربي جو الاجتماع الإبداعي وتاخدي فكرة عن المواضيع اللي بتتناقش هون. تفضلي لجوا. قليلي شو الشعار؟ طيب يلا كمل. ايه مو مشكلة، أنا بزبطها. ها رن، روحوا 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 بسرعة لك، روحوا يلا 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 يلا. شباب شو عم يصير معك؟ انتي خدي ملفاتك وروحي شوفيهم بغير إرني. يلا. ألو جيجي؟ يلا
مرحبا. إيه؟ خير شو بصوتك؟ لا تقلي مرضان، شو صاير معك؟ لا بنوب، صوتي ما في شي، على التليفون بيختلف، هيك رفقاتي بيقولوا لي لما أحكي معهم. آه، إيه فهمت، شو ليش اتصلت؟ اتصلت منشان أقول لحضرتك ممكن نلتقي اليوم ونبلش بالتدريب؟ أنا مشغول اليوم كتير وعندي افتتاح محل، وكمان عم حاول حدث موقع الانترنت تبعي، لازم المتابعين يكونوا أكتر، الرقم ما صار مثل ما بدي. إيه لازم الإعدادات تبع الموقع تنضبط مزبوط من خلال خبير مختص بهالأمور. على فكرة أنا بفهم كتير بمواقع الانترنت وهالقصص، يعني مو مثل الصقر الأسود بس بشتغل شغل حلو. بس إعداداتي زابطة ما بدي شي هلا، على كل في زبون طالب استشارة وحالته ما بتتأجل ولهيك ما فيني شوفك. ايه فهمت قصدك، لكن منلتقي بكرة ممكن، بكرة ممكن، ما عندي شي، ممكن بكرة بشوفك. ايه بس بتعرف قديش الأجر اللي باخده؟ لا والله ما بعرف. قديش بتاخدي؟ الجلسة بمئة ليرة. مئة ليرة؟ مئة ليرة؟ مئة ليرة يعني إذا ثلاث جلسات بالأسبوع 300 ليرة وبالشهر 1200. شبكي جيهان، أنا زميل ريهام رفيقتك المقربة، لازم يكون في إلي تخفيض عن باقي الناس. طيب رح أخذ نصه. 50 على الجلسة، ممتاز. أنا رح ساعدك بموقع الإنترنت وإعداداته بالنهاية، أنا مختص بهالمجال هاد جيهان، وكمان في عندي شهادات دولية مهمة كتير بالتسويق الرقمي والإعلان، أنا لسه ما خبرتك بهذا الشي. مو عن جد؟ لا والله ما كنت بعرف، معناها خلص ما باخذ منك مصاري ولا بعطيك ومنساعد بعض دائما من دون مقابل، المهم انه نتفق. يا عيني على طول افكارك بتجنن، معناته بخلص وبجي اليوم. لوين تجي؟ شو انت ما فهمت؟ قلت لك مشغوله بخبرك بس افضى. يلا باي. ايه مزبوط، قلتي لي انه مانك. الو الو الو. اكيد ما في تغطيه ولهيك فصل الخط. شو ظريفه هالبنت. ممكن جيجي؟ خدي قهوه وشاي اذا بدك. تفضلوا خدوا شو ما بدكم، الشاي طيب بياخذ العقل. شغل ريهام طيب كتير.